وإذا كان على عبد الله كفاية عليه لحد كده، هيعوز إيه يعني تاني من الدنيا؟ الموت أريح له من إنه يعيش عاجز ولا مشلول، وساعتها عبد الحكيم مش هيقدر يقول لي إن أخويا ولازم نقف جنبه. أيوه، عاجبهم يعيشوا معانا؟ أهلا وسهلا. مش عاجبهم ياكلوا طين على دماغهم. ايه يا عزت، انت نمت ولا ايه؟ ما عزتش تعبيني. معلش حبيبي، تعبينك معانا؟ لا انا تحت امرك. بقول لك ايه يا عزت، اتفضل. بما انك يعني قعدت مع زينب ودورت كل حاجه في دماغك وعرفت كل صغيره وكبيره، لما نيجي نبيع الفيلا تغطينا المديونيه؟ للاسف استكريمه لا، ده انتوا عندكم مديونيه تعدي ال 100 مليون جنيه، بس انا يعني طلبت من زينب انها تعمل محضر وبلاغ ضد الشريك ده، تتهموا فيه بالنصب والاحتيال. انا مش عايزك تشيلي هم الدنيا قوي كده، والله العظيم الفلوس دي ماليها قيمه، يعني معاكي 100 مليون دلوقتي ولا معاكي حتى مليون ولا نص مليون، ولو معاكي قوت يومك اقسم بالله كله في الاخر واحد. لا يا عزت يا ابني، مش كل واحد، مش حبا في الفلوس ولا طمعا فيها، الواحد ما بياكلش اكتر من لقمته وما بيلبس اكتر من هدمته، بس في الاول وفي الاخر الفلوس سند وضهر. ماشي يا ست كريمة، الفلوس حلوة مفيش كلام، بس ما تزعليش مني، يعني أنا ما كنتش متخيل إنك تقولي كده، كنت متخيل إنك تقولي يعني الصحة والستر. الصحة والستر من عند ربنا، الحمد لله، والصحة تاج على رؤوس أصحابها، لكن تتخيل لو إحنا معناش فلوس في الظروف اللي إحنا فيها دي كان حصل إلى عمك عبد الله. صح. طب أنا هحكي لك حاجة، زمان أول ما جينا القاهرة أنا تعبت قوي، كنت بموت، عمك عبد الله خدني وجري على مستشفى، وقفنا في طابور كبير قوي يجي 3 4 ساعات عشان يخش ويكشفوا عليا وأنا بتمرمخ في الأرض وحاطة جزمة في بقي، لا دخلنا ولا حد كشف عليا. عارف ليه؟ عشان معناش فلوس، لو كان معانا فلوس كنت دخلت وكانوا كشفوا عليا. معلش، كل ده اختبار من ربنا ونعم بالله. اسمع بقى. ايوه، انا عايز اخرج عمك عبد الله واروحه على البيت. والله كنت لسه بكلمهم في ده الصبح، بس قالوا لي لازم تمضوا على اقرار عشان لما يطلع يبقى على مسؤوليتكم. وماله، امضي. لا، ما انا خلاص عملت كده. مش انا بقول لك انت ابن حلال؟ اسمع بقى اللي هقوله ده وحطه حلقة في ودنك. اتفضلي. بكرة بإذن الله هيبقى لك شأن كبير قوي في شغلتك، وهيبقى معاك فلوس كتير قوي، وهتبقى غني. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انت جدع وقنوع وابن حلال. ربنا ما يحرمني منك يا ست الكل. تعال خش سلم على عمك بقى. طب اتفضلي. اتفضلي. خير يا توحة؟ الله، مش بكلمك. عايزه يا ناديه؟ عايزه ايه يا بوي؟ دي شكل شمس مروجاك على الاخر. بقولك يا ناديه، لمي نفسك عشان انا مش ناقص. وانا قلت حاجه غلط؟ بس عاوز الحاج، انت تستاهل. مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ لا مش عاجبني. طول ما انت معرلها جفاك هتفضل تديك عليه لما تجوليا، بس لسانها مش هتلمه ولا هتدخله جحره، انما لو تديها فيني وجعها تعرف ان الله حاج. فيني وجعها ايه بس؟ انتي مش فاهمه حاجه، ابوها ليه خاطر كبير قوي عندي، ما ينفعش اللي انتي بتقوليه ده. وهي ما تعملش خاطر لابوها ولا ليك ليه يا خايب؟ دي شويه وتركب وتدلدل رجليها ومش هتعرف تقول لها تلت التلاته كام. اللي زي شمسي دي عايزه اللي يسكها، وانت ما كنتش تبقى سبع الرجال وتخليها تسمع حسك تترعب؟ قول على الدنيا السلام. على فكره انتي مش فاهمه حاجه خالص خالص. لا انا فاهمه صح يا اخوي، وعارفه انا بقول ايه، وخد بالك عشان انت بجيت جوز الست ده، انا اللي اسمي ماره مكسوره الجناح، سبت مروان والبيت الكبير اللي البلد كلها بتحلم تدخله عشان جبريه غلطت فيا. وتصدق بايه؟
شمسي دي لو طولت لسانها تاني لكون قطعه لها. امال ايه؟ هما فاكريننا ايه؟ خدامين عندهم؟ وان كان شغلك عند ابوها هيذلك سيبه. لازم أن تعرف انك انت الراجل وهي الست بتاعتك، واجب عليها تدلعك وتهننك وتسمعك كلمه زينه. لا 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 يا فتحي يا اخوي، الايه كده مقلوبه، واللي يشوفك يعني يقول انك لا مؤاخذه يعني انك انت الست مش هي. عبد الله اخباره ايه؟ طمنا. كريمه ما بتردش على التليفون ليه؟ هي فين؟ اهدى امال يا عبد السلام. ما انا هادي اهو يا عبد الحكيم. ها هي فين قول لي؟ تعال الاول ريح من السفر. والله انا قلت له لو في حاجه كانت الست كريمه كلمتني، او على الاقل كانت كلمته. تفضل تفضل. ازيك يا خال؟ تمام، نشكر ربنا. ست فوزية ازيك يا عبد السلام؟ ان شاء الله تكون بخير وعافية. الحمد لله بخير. المهم عبد الله، والله العظيم نورت البيت يا خالو، وحشني جدا جدا جدا. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلم. ايه الحلاوة دي؟ عمال تسجر انت ايه؟ قوليلي أمك فين وإخواتك؟ ماما راحت المستشفى وزينب راحت البنك وشاهد في الشغل. كيفك يا رتال؟ فاكراني؟ أه طبعاً فاكراك. لا 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 فاكرانيش ولا حاجة. أنا عمك إسحاق صديق العيلة. بقول إيه؟ ما نقعد في المكتب. تعال تعال. ماشي يا خالي. والله العظيم خالي ده عسل عسل يا عمتي. جايين ليه دول دلوقتي؟ ما عرفاش، عشان ياكلوا عجله بهي المشرح ونقصه جتله. احنا ما جايينش نقعدوا معاك، احنا جايين نطلع على الراجل ونمشي طوالي. ها هتقوم تروح معانا ولا نروح احنا؟ يمكن حصلت حاجه واحنا ما نعرفش. حاجتي يا عبد السلام، انا هجيب لك من الاخر، انت مالكش غير اخوك. اسمع اللي بقول لك عليه يا عبد الحكيم وقول اللي انت عايز تقوله. بعدين اللي حصل ده فرصه عشان تعوضوا بعضيكم انت واخوك بعد الفتره الطويله اللي كنتوا فيها بعاد عن بعضيكم دي. عبد الله طيب وانت كمان اصلك طيب، بس اللي انا عرفته ان عبد الله محتاج لك، اوعاك تغزله. وين قال لك ان انا هسيبه ولا هتخلى عنه؟ وبعدين انت جاي عشان توصيني على اخوي. الراجل ما قالش حاجه غلط يا عبد الحكيم. تعتهم على عمه يا اسحاق، وايه اللي ما قالش حاجه غلط؟ جاي السكه دي كلها عشان يوصيني على اخويا؟ ليه؟ فاكرني رميه ولا بعته؟ انا عرفت هي كريمه. كريمه ما قالتليش حاجه وانا ما وصلتلهاش لحد دلوقتي. بقول لك ايه؟ أنا فاهم الألعاب دي كويس. الألعاب إيه يا عبد الحكيم؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ جن لما يلخبطك. امشي اطلع بره. في يا عبد الحكيم؟ أنت كده بتطردنا إحنا التنين. مالكش صالح أنت يا إسحاق. ماليش صالح كيف؟ هو أنا مش جاي معاه. طب احترمني يا أخي. بقول لك يا إسحاق، أنا دماغي فيها اللي مكفيها. أنا هطلع. بس مش عشان أنت قلت كده، لا. عشان البيت ده مش بيتك. البيت ده بيت كريمة وجوزها. يعني أنت مالكش حق تطردني منها. أنا جاي عشان أقابل الراجل الطيب اللي طب ساكت واللي لازم لما يقوم يلاقي كل حبايبه حواليه. سلام. إيه اللي عملته ده؟ أنت جننت.